بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن صفة الوضوء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أكرتم من التاب الدروس المهمة لعامة الأمة يوكما زام كرنت سبر الولا. الوضوء أول لابد قبل الوضوء أن يأتي بشروط الوضوء. نفرق قبانين يزين الولا دولة يتك شرط الولا. الإسلام يزام مسلمين شيء. والعقل يزام بهانكلي. والتمييز يزام ينا ررربي واتكاني مفريد بكي. والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. سيكما ينية أزوجيا أزوجيا كده يفرطة تصور فرطة تنبيري أني. إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، مثل المرأة تضع هذا الطلاء أو يكون على يده مثلا طلاء الجدران. سأل نمكما يبقوا قرين كوردة دوك أبين دزي حان رواية تبقاتنسا واتو كمر ماشي دتسا جمبرتشي تسا جمبرتشي تو goge shi ta kankare shi kafin ta zo yin alwala. Haka kuma mai yin penti in a jikinsa akwai penti penti sai ya kankare penti penti, in ya kankare sai kuma ya zo alwala din. Tahuriyat alma wa ibahatu alalam kana tawadda bima najis aw ma masruk. Sa'annan kuma dole ya kula da cewa ruwan da zai yi alwalan mai tsarki ne, saboda baya halatta yayi alwala da ruwan da najasa ne ko kuma ruwan da aka sata ba na halal ba. انقطاع موجب الوضوء، يعني لا يمكن ان يتوضا وياكل لحم جزور او يخرج منه ريح وياخذ يتوضا، نقول حتى ينتهي هذا الموجب للوضوء ثم بعد هذا توضا. يانا دغا cikin شروطن الولا اسامو ينكيوان ابين دكي حكمته كو لازمتا الولا. كمر اتشي متين يانا تشين نامر راقومي وند دوك ود يتشي نامر راقومي زي ساكي الولا تو اتشي سي ياغا ما تشين نامر راقومي تكون كافين يا فارا الولا. كو كوما يانا تتوسا يانا تتوسا يانا تتوسا كوما هاكن ya fara alwala, sai a ce ya tsaya tukunna ya gama tusansa gaba daya sai kuma ya fara alwala. Na'am, wa idan kan mathalan atal baul aw al gha'it labud min al istinja wal istijmar qabla an yatawadda. Haka kuma idan yayi fitsari ko yayi bayan gari kafin ya zo sallah din, to ya sani dole sai ya je ya gusar da wannan najasa din da ruwa wanda ake kiransa istinja'i, wato najasa da gusar da shi da ruwa, ko kuma abinda ake kiransa istijmari, wato gusar da najasa da foge ko dutsi ko toilet paper ko ma menene, sai ya gusar da shi kafin ya zo yin alwala. Na'am, wallahu a'lam. Anan za mu tsaya sai mu ce Allah shine masani.